يا اخي بدنا المعتقلين، بدنا المعتقلين، ضد المظاهرات لا تطلع المعتقلين. المعتقلين ايش حيطينا عندنا؟ وين الدول اللي بتحكي شو اسمه بيستانا؟ وين العالم اللي عم تحكي بالمعتقلين؟ ما عندنا حدا عم يحكي المعتقلين، بركي هي المظاهرات بتفرج العالم انه نحن بدنا المعتقلين. مستمرين نحن بالمظاهرات السلمية مشان نبين العالم اجمع انه نحن هون يعني شعب ما عندنا ارهاب، شعب مسالم، ومستمرين مشان نثبت العالم انه ثورتنا بعد 7 سنين واكثر من 7 سنين مستمره حتى اسقاط النظام، رغم تحالفه مع روسيا وايران مع كل العالم، نحن صامدين وصابرين هون لحتى يسقط، لاولاد اولادنا راح يسقط النظام ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، كانت مظاهره اليوم كثير حلوه، طالبوا الشباب باخراج المعتقلين والافراج عن المعتقلين، كلياتنا بنطالب بمعتقلين ثورتنا ومعتقلين الكرامي، نحن ما بنتخلى عنهم ابدا، هن اصل الثوره وهن المحور تبع الثوره، ولا يوم راح نتخلى عنهم، ثورتنا ان شاء الله مستمره وان شاء الله مكملين لنهايه المشوار. يلا ارحل يا بشار، وبدنا شلال بشر.